السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كنت عايز اسأل سؤال. سل. لو دكتور عندي في الكلية وانا مثلا شايل مادة معينة وعايز اتخصص في مجال معين، فمش هينفع اتخصص في المجال ده وانا شايل المادة دي. ماشي. هو الدكتور ممكن انا لو اتكلمت معاه مثلا ويتوسط لي هو مثلا ويعديني في المادة دي ويدخلني القسم ده، هل ده يجوز؟ يعني هل تنتظر مني افتي بالتزوير؟ انت راسب يجعلك ناجح؟ هل يعني هل تنتظر مني ذلك؟ دكتور لا انا بس عايز اسال، هل دي شفاعة دكتور؟ لا يا حبيبي، شفاعة حسنة بقى. انت رجل فاشل في الطب وفي المادة هي نجحك فيها، هتضر المسلمين، الاولى تتعلمها وتتقنها ولا الاولى انك تخرج وانت راسب فيها وتعالجني وتعالج غيري؟ الاولى ان انا اخرج. تخرج ايه؟ الله يوفقك. يخرج من ايه؟ مش عارف، يخرج من الكلية يعني ولا يخرج من ايه؟ ماشي.